سليمة بعائلة فعلا صالحة. عندي خي أكبر مني بثلاث سنين ونص وأنا صغير بالبيت، بأجواء كتير فيها ود ومحبة بالبيت وغنج وتعامل صح يعني بين بعض. وفجأة صدمنا بوفاة والدي، يعني كان عن جد جدا هذا الشيء مفاجئ وأثر فعلا كثير على حياتنا. يعني أنا كان عمري 12 سنة وخيي كان عمره تقريبا 16 سنة، يعني صدمة كانت لنا بوقت نحن كنا بحاجة فعلا له بعز دين المراهقة تبعنا. يمكن أنا بوقتها ما كنت بقدر فلسف الحياة لأن إنما كنت فيه شوف، وبما أنه الصدمة جابتني سنين لقدام حسيت حالي كبرت فجأة كتير كتير، وقلت أنا إنه لا رح أبقى هون ورح أبقى قوية مثل ما كنت. الخبرية الأكبر يلي صدمتنا كلنا بعد ثلاث سنين تقريبا لما توفى رالف خيي بحادث سير، تفاجأت جدا. كان عمري وقتها رح يصير 16 سنة، قلت انه ما مفروض الحياة توقف. خسارة رالف خيي هي خسارة كبيرة لأنه هي صدمة أبدا ما كنا متوقعينها وما كنا متحضرين وما كنا نعرف انه ممكن نتعرض لهيك نكسة، ودايما كنا نقول بتصير للغير مش لإلنا. كمان أنا هون حسيت فعلا إنه أقوى، يمكن يعني رجعت لقصة والدي مع قصة خيي رالف، حسيت إنه هي آخر الدنيا، معقول إنه هون ما بقى رح فيها إلا ما عاد أعرف إذا أنا عندي نفس القوة مثل قبل ولا بطلت. عشت لحظات قوية من الحزن إنما قررت أرجع أستمر، إنما كمان لعبت دور مهم والدتي، كانت الأم والأب والخي، وهي استمرت بالحياة، استمدت منا القوة وقدرت استمرت من المدرسة للجامعة. بالجامعة تعلمت بجامعة روح القدس الكاثوليك، عملت بزنس اوديتينج، وأنا حاليا بشتغل بحب كتير جوني ووكر دعايتهم الكيب ووكينج، وكتير بقول بتشبهني. يمكن في كتير شخصيات مثلوها، الناس اللي تاكل بدين ورجعوا، او هن بلشوا من هدف صغير ما كان معهم شيء وصلوا، انما انا ابتديت حياتي من رصيدتين وكتر خير الله ما بقدر اقول اني ناجحه، انما انا على طريق النجاح. سالت بوقتها حوالي انه خبروني كيف صار الحادث، بس عرفت انه الحادث صار من وراء ورشه العمل بالطريق، ومن وراء اشخاص غير مسؤولين بالدوله اللبنانيه. قررت انه ما رح اوقف هون، وقررت اني استمر، وتعرفت على جمعيه يازا وعملنا اعتصام صامت قدام مجلس الامناء والاعمار، وقدمنا توصيات لمجلس الامناء والاعمار كرمال طبعا انه ورش العمل تكون تستوفي شروط السلامه العامه. مع يازا كان مشوار طويل جدا من عمر 16 سنه حتى الان. شاركت بكثير محاضرات ومؤتمرات خارج لبنان وداخله مع اليازا، وحاليا انا نائب رئيس الجمعيه. ويمكن من اهم التجارب مع اليازا كانت اني قدمت برنامج عبر اذاعه صوت لبنان اسمه سلامتك بالدنيا، اللي هو للسلامه العامه والسلامه المروريه تحديدا، وانا حاليا بقدم برنامج اسمه حلو الحياه مع باميلا كمان عبر اذاعه صوت لبنان. هو برنامج اجتماعي وثقافي، المراه بالحياه فعلا كل يوم بعرف انه بتضحي كثير كثير بحياتها. اولا لاني نظرت لوالدتي عرفت قديش المراه بتكون حديديه بكثير من الظروف. الحياه ما بتعرف شو مخبيت لكم، بتاخذ من مال وتستلقي بمال، وكل يوم في شيء جديد وكل يوم في شيء احلى. رغم كل شيء ما استسلمت.